السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات برنامج التعليم عن بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة الثالثة من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقرر على طلاب المستوى السابع محاسبة. قلنا في المحاضرتين السابقتين بدأنا في النظام الزكوي للمملكة العربية السعودية، فبدأنا بالفصل الأول وهو نظام الزكاة، و الفصل الأول حضرات وهو الإطار الفكري لمحاسبة الزكاة، وتعرضنا في هذا الفصل للمحاسبة الزكوية والفرق بين الزكاة وبين الضرائب والتطور التاريخي لمحاسبة الزكاة والشبه والخلاف بين محاسبة الزكاة والضريبة والأهداف المختلفة أو الأهداف أهداف الزكاة وأنواع الزكاة والأموال الخاضعة للزكاة وشروط المال الخاضع للزكاة وشروط الزكاة نفسها وهو الإسلام والحرية وشروط المال الخاضع للزكاة وما هو نصاب الزكاة. بعد كده تعرضنا إلى خصائص الزكاة، سواء هي عبادة مالية ثابتة قدرا واستمرارا أو أنها تجب وتصرف تحت إشراف الدولة، أنها إجبارية وليس لها مقابل دنيوي ومتعددة وسعرها نسبي. وفي خلال ذلك تعرضنا لنسب الزكاة، وكان تركيزنا على زكاة عروض التجارة. أيضا بعد كده حضرات تعرضنا لمفهوم الثاني الزكوي وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ثانية في الصدقة، وأخذنا أسئلة على الفصل الأول كاملة وزيادة عليها. ثم بعد ذلك دخلنا في الفصل الثاني وبدأنا في الأشخاص المكلفون بالزكاة، ثم الأنشطة والأموال الخاضعة للزكاة، ثم الأنشطة المعفاة والمؤسسات المعفاة من رواية الزكاة، ثم كيفية حساب الوعاء الزكوي. لما بدأنا حضرات في حساب الوعاء الزكوي تعرضنا لحاجتين أو الذي هنا ينقسم إلى قسمين: من لديهم حسابات منتظمة ودفاتر منتظمة، ومن لا يمسكون دفاتر منتظمة. والله اللي بيمسك دفاتر منتظمة بنقول له خلاص تعالى احنا هنحسب لك الزكاة كالآتي: عبارة عن رأس المال المدفوع أول العام، وقلنا حضرات لا تضاف إضافات، زائد صافي رأس المال السنة وفي نهاية العام، زائد الأرباح المرحلة، وكما تحدثنا أن الربح وهو الغلة لا تنطبق عليه حولان الحول، لكن رأس المال لابد أن ينطبق عليه حوله من حول. ثم بعد ذلك قلنا صافي الربح السنوي، ثم بعد ذلك الأرباح المرحلة من سنوات سابقة، ثم الاحتياطيات والمخصصات المختلفة. أيضا زائد رصيد الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة، وشرحنا حضرات الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة المقصود به المبالغ التي من حق صاحب المنشأة أو الشريك المتضامن في الشركة أو في مؤسسته، ماشي؟ فالمبالغ اللي هو ليه في الشركة معمول له حساب جاري بها يعتبر مثله مثل رأس المال يستثمر، لذلك يخضع للزكاة ويضاف للوعاء الزكوي، لعل يكون الصوت واضح يا شباب. ثم الأرباح تحت التوزيع، ثم الأرباح تحت التوزيع. أنا بس عايز حد يكتب الصوت واضح، واحد يكتب واضح بس. تمام شكرا. البند اللي بعد كده حضرات الأرباح تحت التوزيع اللي هي تحت التصرف إلا إذا سمت رسميا تحت التصرف. والله في جزء هيتوزع للمساهمين خلاص ده حق المساهمين. أما إذا كان هيستمر في المنشأة ويستثمر فإذا ده يخضع للزكاة.
ويخصم من إجمالي المبالغ السابقة ما يلي. وآخر نقطة قلناها هي من جمال ودقة هذا النظام الرباني التشريعي السماوي أنه يخصم الأصول المستخدمة في الإنتاج بوصافي قيمة الأصول الثابتة التي تستخدم في الإنتاج، سواء كانت خطوط إنتاج، مباني، آلات، سيارات، أساس، كل ده صافي قيمة الأصول الثابتة. كلمة صافي حضرات يعني معناها الأصل بعد طرح الإهلاك، كلمة صافي، لأن الإهلاك استخدم في حساب الربح فتم استخدامه لا يحصل مرتب، بشرط أن يكون تم دفع قيمتها أو وألا تزيد عن حقوق الملكية، يعني عن رأس مال الشركة. أيضا تخصم الخسائر المحققة الحقيقية لنفس السنة أو لسنوات سابقة. والله لو في أي خسارة بها مستندات خلاص نحسبها أو لسنوات. أيضا الاستثمارات في منشأة أخرى داخلية أو خارجية وإن كانت خارجية فيجب التعقب من إضافة أرباحها إلى الوعاء. ده حضرات الاستثمارات في منشأة أخرى، ده حضرات الاستثمارات، وهنا حضرات الاستثمارات سوف يأتي شرحها مرة ثانية. الاستثمارات حضرات لنا لها حاجة، إذا كانت الاستثمارات يعني عبارة عن مساهمات في شركات بقصد القنية، قصد القنية يعني الاستمرار في الاستثمار وليست بغرض إعادة البيع والمضاربة، فلا تخصم. أما إذا كانت بقصد المضاربة فلا تخصم. أيضا 80% من الأصول الثابتة شركات الكهرباء وشركات نقل الإنتاج، وهذه حضرات على أساس ده مساهمة من يعني أو تشجيع للناس أنهم يساهموا في هذا في هذه الأنشطة. أما حضرات ده فكرة بسيطة. أما الوعاء الذكوي للمكلفون ولا يمسكون دفاتر منتظمة، فإحنا هنحسب لهم الوعاء الذكوي إزاي؟ عايزين نحسب رأس المال وعايزين نحسب الأرباح، طب هتحسب إزاي؟ فقالوا إنه رجل الزكاة يحاول يصل إلى رأس المال، يحاول يصل إلى إيه؟ رأس المال. فقال لك يتم تقدير الوعاء الزكوي إنه رأس المال في أول العام ويحدد بكافة الطرق، يعني تقديري، يعني ممكن نشوف المشروع ده، طب المشروع اللي مثله بيستثمر كام؟ طب النشاط اللي مثله بيستثمر كام؟ وهكذا يبدأ يبحث رجل الزكاة حتى يصل إلى رأس المال ولو تم فيه جزء تقديري، لأنه هو لا يوجد لديه دفاتر منتظمة. ثم نضيف له الأرباح زائد الأرباح الصافية آخر العام على ضوء مجموع العمليات التي باشرها بشرط ألا تقل عن 15% من الواردات العامة. لكن حددوا نسب حضراتهم، قال لك مستورد المواشي تحدد أرباحهم الصافية ب 5%، الفواكه والخضار تحدد أرباحهم الصافية بنسبة 10%، باقي أوجه النشاط 15%. يبقى ثلاث نسب بالضبط بس، هم 5 10 15، دول كربح تقديري لمن لا يمسكون دفاتر منتظمة. 5% المواشي، 10% الفواكه والخضار، 15% باقي أوجه النشاط بالإضافة إلى رأس المال، يبقى هو الوعاء الذكي. حصل حضرات خلاف ما بين بعض المكلفين بالزكاة وبين هيئة الزكاة، فظهرت بعض نقاط الخلاف اللي هو زي حضرات المواد والمهمات، الزكاة من الأصول الثابتة، وجوب تحصيل إسعار ديون الشركة، عدم وجوب الزكاة في الإعانة إلا بعد قبضها، المبالغ التي تحصل تحصيلها من العملاء، المبالغ المحصلة ولم يعل عليها الحول. جاءت حضرات هيئة الزكاة، فنسمها المصلحة الأول هيئة الزكاة، أرسلت بعض نقاط الخلاف وأرسلت حل فيها على أساس أن هذا الحل يعتبر قاطع. فقالوا أن المواد والمهمات إذا كانت من الأصول الثابتة التي تصل مستودعات ولم تدفع الشركة إلا بعض ثمنها لا يخصم ما بقي من ثمنها من وعاء
لأن باقي الثمن معلق بثبوته، هي نقطة خلافية حضرات ماشي، على أساس أنه المستودعات اللي حياة اللي راحت والدفع ثمنها ماشي، ولم تدفع إلا بعض، لا يخصم إلا ما بقي من ثمن. تعالى حضرات نأخذ المبالغ المحصلة مقدما والآخر على الحول لا تخطى ماشي. بعد كده في تفويض مصلحة الزكاة، طبعا بالنسبة حضرات لرأي الهيئة في بعض نقاط الخلاف احنا هياتي شرحها في اللي هو يعني هناخد بس اللي هو التعميم اللي واضحه في 264 اللي هي بعد كده بشويه. اخد بسرعه بس اللي هو بعض الحاجات اللي هي مثل التفويض اللي خاص حضرات بتفويض مدير عام مصلحه الزكاه والداخل ان يقوم مقامه بتقسيط مبلغ الزكاه على بما لا يتجاوز 500,000 لكل مكلف. يبقى اذا ممكن يقسط مبلغ الزكاه او الضريبه المبلغ المستحق حضرات والغرامه على الا تتجاوز 500,000 لكل مكلف. طبعا لها ايه شروط، بس اهم شرط عندي حضرات لا تزيد مده التقسيط عن عدد سنوات الضريبه او الزكاه. ده حضرات موجود في الزكاه وموجود في الضريبه، بس على الا تزيد مده التقسيط عن مده الزكاه. يعني ايه معناها؟ يعني من ضمن حضرات الحاجات حتى لا اكون معكم ان اخشى يكون الكلام في سرعه شويه، انه تقسيط مبلغ الزكاه او الضريبه له شروط. له شروط الشرط المهم حضرات لا تزيد مدة التقسيط عن مدة لا تزيد مدة التقسيط عن مدة عن عدد السنوات الضريبية أو الزكوية، عن عدد السنوات الزكوية أو الضريبة. يعني إيه؟ يعني واحد يا حضرات بنحاسبوه عن 3 سنوات ما دفعش زكاه، المبلغ كبير عايز يقصر. اول شرط لا يزيد عن 500. طب ماشي لا يزيد عن 500. طب وباقي الشروط؟ باقي الشروط انه ما ينفعش يزيد عن 3 سنوات، وبيحاسب عن كام؟ عن 3 سنوات، يبقى اقصى حاجه يوزعهم على 3 سنوات تالي لا يمنح هذا لا يمثل. الجزء الثاني حضرات من الشروط المهمة برضو، لا يشمل التقسيط الزكوات أو الضرائب الغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينة العامة. عارفين دي زي إيه؟ زي الضريبة غير المباشر، زي ضريبة القيمة المضافة حضرات. ضريبة القيمة المضافة أنت بتحصلها، التاجر بيحصلها من المستهلك. فلا تقسط. وما تقسط من ضريبة الدخل. ماشي؟ على ألا يشمل التقسيط الزكاة أو الضريبة التي سبق أن حصلها من الغير، يعني هو كان وصيت فيها مثل ضريبة القيمة المضافة. برضه هنا حضرات على إضافة مجمع استهلاك الأصول السبت أو العام إلى الوعاء الزكوي لأنها مخصص. لما نيجي حضرات نتكلم عن المخصصات، النظام الزكوي والضريبي قال ان المخصصات دي لا يعترف بها الا في البنوك وبشروط، الا في البنوك وبشروط ماشي. طيب لما اجي لمخصص وليكن مخصص النبي حضرات المخصصات لا تعترف هيئة الزكاة والدخل بالمخصصات كجزء من التكاليف. يعني ايه كلمة التكاليف؟ كجزء من التكاليف إلا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة للبنوك وبشروط.
اللي بيحصل يا شباب انه لما يجي المكلف بالزكاة بيجي اخر السنة بيقدم اقرار او اخر الفترة، والمكلف بالضريبة بيجي اخر السنة بيقدم اقرار، بيقدم الاقرار وبيقدم الميزانية وبيقدم قائمة الارباح او قائمة الدخل، وبيقول والله انا وعائي هذا السنة 100,000 وقود 2.5 اهم اللي هم الزكاة. يجي حضرات رجل الزكاة يفحص الإقرار ويفحص قائمة الداخل وقائمة المركز المالي، تمام؟ فهنا لما يجي يفحص ويلاقي هو حاسب أي مخصصات لا يعترف بها يتوب يضيفها، ما يعترفش بها يعني معناها إنه هيعمل تعديل على الحساب. فهو لما يجي يلاقي حاطط مخصص هبوط أسعار مثلا بضاعة لا يعترف به يصير يضيفه على مين؟ على الوعاء. يزيد الوعاء. فلما نيجي للمخصصات الحضارات نجد مخصص ديون مشكوك فيها، مخصص هبوط اسعار بضاعه، مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه. المخصصات لما تيجي تحط جنبها مخصص الاهلاك، يعني لما تيجي حضارات تقول مخصص ديون مشكوك فيها، وتيجي حضرات تقول الآتي مخصص الإهلاك، إيه الفرق بينهم؟ إيه الفرق بين الاثنين يا حضرات؟ يعني أنا بسألكم ما الفرق بينهما؟ إيه الفرق ما بين مخصص دي مش فيها مخصص الإهلاك؟ يعني لو حد يكتب علي بصيدة كده، أيوة عبد العزيز الجوهري جزاك الله خير، الإهلاك ليس مخصص لأن الإهلاك مجمع. إيه كلمة ليس مخصص؟ كلمة مخصص حضرات يعني معناها اقتطاع جزء من الربح أو احتفاء جزء معين لخسارة قادمة، يعني احتياط لخسارة قادمة. فاحتساب مبلغ سواء اقتطاع من الربح أو زيادة على خسارة أو احتسابه ضمن التكاليف لمواجهة خسائر محتملة، ده المخصص. أما الإهلاك فأنا عندي سيارة جايبها أول السنة ب100,000، هل آخر السنة بتساوي 100,000؟ لا، بتساوي 80 70 60، المهم نقصت. فهذا النقص نقص حقيقي، وهذا تكلفة حقيقية أو مصروف حقيقي، تمام؟ فبيقول لك مخصص الإهلاك لا يندرج تحت المخصصات. واضحة دي يا شباب؟ الحاجة الثانية لما تقرا في القانون بتاع الزكاة والضريبة يقول لك إيه؟ ما عدا مخصص مكافأة ترك الخدمة. تلاقيها أحيانا يقول لك ما عدا مخصص مكافأة ترك الخدمة، ليه؟ لأن مخصص مكافأة ترك الخدمة لو تم دفعه ما بديش مخصص. تمام؟ لما نيجي نشرحه مرة ثانية. أنا ممكن نشرحه الآن، إنه مخصص مكافأة ترك الخدمة لو اتدفع ما بيجيش مخصص، ده بيجي مصروف. فتيجي مخصص الدين المشروط فيها لا نعترف به إلا للبنوك. لما تيجي أي مخصصات باقية استبعد بس الإهلاك، لأن الإهلاك يعتبر خسارة حقيقية. بس الإهلاك لما نيجي نحسب الإهلاك يا حضرات، ليس الإهلاك كما حسبه المكلف ولا محاسب المكلف. أمال إحنا عملنا الزكاة، حضرات هيئة الزكاة عاملة في نظام الزكاة وعاملين نسب للإهلاك لا يزيد عنها، تمام؟ مقسمين كل مجموعة من الأصول لها نسبة معينة لا يزيد الإهلاك عنها، ولها طريقة معينة حساب الإهلاك. لما نيجي نتكلم حضرات عن بعض التعميمات، لما أجي أتكلم بشأن مجمع الاستهلاك يبقى هو هنا يقصد إيه؟ يقصد أن الإهلاك لا يعتبر مصروف، لا يعتبر مخصص، لكنه يعتبر مجمع، والمجمع هذا هو عبارة عن مجمع إهلاكات سنوات سابقة فيستبعد عن المخصصات. البند الثاني حضرات اللي هم المكاتب العقارية. المكاتب العقارية حضرات اللي هي شغالة في عملية العقارات، تمام؟ فقسموهم مكاتب معينة ألف وبيه وجيم ودال وهكذا وهيه وواو،
وقالوا كل واحد لا يقل الوعاء الذكري بتاعه عن كذا. يعني معنى ذلك انه انت الفئة الاولى ما تقلش وعاءك عن 300 لكن ممكن يزيد. طب افرض قدمت اقل من 300 لا يقبل منك. تمام؟ ده اللي هو حضرات الفئات. طبعا تعرضنا حضرات للموافقة السلمية بمعاملة جميع مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة المواطن السعودي في 1405. أما حضرات المعدات لو شفت 2-6-3 كده بتقول لك إيه؟ جميع المعدات من مباني وسيارات وأدوات عمل ونحوها ما ليس معدا للبيع فهذا لا زكاة فيه. ده حضرات بيرجعك لطرح رأس طرح إيه؟ صافي الأصول التي تستخدم في الإنتاج. قروض الدولة إذا كانت موجودة كلها أو بعضها حتى حال عليها الحول وجبة الزكاة فيه. لو في قرض من الدولة واخد من الدولة يعني معناها إنه هو يدخل. جميع ما لدى الشركة من سيارات ومكائن وقطع غيار وغير ذلك مما أعد للبيع عليه الزكاة. يبقى خلي بالك إحنا بنستبعد الحاجات اللي لازمة للإنتاج لكن المعد للبيع يخضع للزكاة. واضحة؟ تعالى حضرات نشوف بعض التعليمات. مصروفات سنوات سابقة تعد مقبولة بعد التأكد منها مستندية. يعني سنوات سابقة صرفت فيها حاجة ماشي موافقين على رسوم فيها مستندات. ومصروفات سنوات سابقة حضرات زي مصروفات التأسيس اللي انتم درستوها بتقسم من 3 إلى 5 سنوات. بنوزع كل سنة بنعتبر جزء منها مصروف والجزء الباقي يعتبر أصل. ماشي؟ ولذلك بنستبعد جزء منها كمصروف والجزء الثاني من ضمن الأصول وأيضا برضو مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركات المسابقة تعتبر ضمن المصاريف. ليه حضرتك تتكلم عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة؟ النظام الذكي حضرتك لم يوافق لي. لم يوافق لمين؟ لم يوافق لصاحب المنشأة أن يعتبر أو يحسب لنفسه راتب. فقال لك مفيش راتب لصاحب المنشأة. مفيش راتب للشريك المتضامن. طيب لو أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة لا. يعني عضو مجلس الإدارة تمام هو مش مالك وأنا عايز أبعد الملكية. المالك لا يحسب له راتب لكن عضو مجلس الإدارة يعتبر موظف أو بأجر أو بيعمل بأجر أو لأنه عنده جهد يبذله. الاستثمارات حضرات إذا كان الهدف منها طويل الأجل هو القنية. الاستثمارات الخارجية إذا كانت بغرض القنية فتعتبر من أدوات المجاعة وتخصم. إذا كانت مستثمرة في أصول متداولة فتضاف للوعاء. يعني إذا قصيرة الأجل تضاف. الإعانات الحكومية تزكى اللي عند قبضها. المدفوعات تحت حساب إقامة المباني أو شراء الأساس كلها حضرات تعتبر تبع أصول السبت. رأس مال المصنع حضرات لا يقل قنية. ماشي. قنية يعني كلمة بغرض القنية. بغرض القنية حضرات أي استثمار للاقتناء لمدة أكبر من سنة على الأقل أي لمدة طويلة. يعني معناها معنى ذلك الاستثمار ليس بغرض المتاجرة أو المضاربة. ماشي. ده حضرات شرح كلمة القنية أي استثمار لمدة كبيرة وليس للمضاربة أو المتاجرة. طب لو كان الاستثمار بقصد المضاربة أو المتاجرة يخضع. بالنسبة لحضرات رأس مال المصنع إن شاء الله نبدأ هنقرأ أي تمرين وهنعرف كيف تحصل الـ 25%. تاريخ بداية المحاسبة طبعا وفقا للسجل التجاري.
طرود الشركاء في شركات الأموال ذات المسؤولية الحالية تخضع لما يكون واحد مقرب للمؤسسة أو الشركة اللي هو فيها عضو. مصاريف التأسيس حضرات تعالج على أساس حسم قسط الاستهلاك. مصاريف التأسيس هي اللي كنا شرحنا زيها اهي نفس مصروفات سنوات سابقة. لكن مصروفات التأسيس فيها يمكن رأي واضح أنها تحسب قسط منها على حساب الاستهلاك والباقي حضرات يعتبر مع الوصيف. وهنا مذكور مثال رواتب ومكافآت الشركاء في شركات الأموال المختلطة ذات المسؤولية المحدودة. هنا حضرات بيقول لك أن رواتب الشركاء في شركات التضامن وفي المشروعات الفردية لا تحسب ضمن التكاليف. فنفرض المحاسب حسبها، المكلف حسبها، أنا كرجل ذكاء أقول له لا أرجع أضيفها ثاني وزود فيها الوعد. الأرباح الرأسمالية حضرات طبعا الأصول اللي هي ما عدا الأرباح الرأسمالية يؤخذ ما تظهره ميزانية إعادة التقييم للوصول والخصوم في تاريخ التصرف، أما بدون ميزانية إعادة التقييم فيتم استخدام. المهم هنا حضرات الأرباح الرأسمالية ماشي، هنجد أنه إذا كان هناك دخول أو تخارج شريك تعتبر ربح، لكن بدون تخارج شريك لا أو دخول شريك لا تعتبر ربح. أيضا حضرات من ضمن الحاجات المعفاة اللي هي بيع أوراق مالية داخل السوق السعودي يعتبر من ضمن الأرباح المعفاة. أرباح أوراق مالية بيع في السوق المصري أو السوق غير السعودي تخضع أرباح الزكاة. التبرعات والأعمال الخيرية، خلي بالكم من التبرعات حضرات، التبرعات تعتبر تكاليف بس بشرط انها تكون داخلية يعني داخل المملكة، ان تكون لمصلحة مصرح لها بجمع الزكاة، ان يكون هناك ايصال او ما يفيد الدخل. الحساب الجاري الداعن يضاف الرصيد اول او اخر عام ايهما اقل. الاعراض طبعا تحسب من ضمن الاصول اذا كانت لاستخدامها، اما لو كنت بتشتري بيع وتشتري بيع وتشتري فيبدا تدخل ضمن الزكاه ضمن الوعاء. الاستثمارات في السندات الحكوميه تخصم من الوعاء الزكوي باعتبارها من عروض القنية. الجزء الخاص حضرات باسلوب تحديد راس مال المستوردين ده هنشرحه في تمرين باذن الرحمن. ماشي؟ الخسائر المرحلة حضرات من سنوات سابقة تخصم من الوعاء الزكوي وهنا وافق عليها المنظم أو المشرع أو النظام الزكوي. إيرادات الاستثمارات حضرات في الزكاة تخضع للزكاة ماشي، لكن بعد قبضها. قطع الغيار، إيه المقصود بقطع الغيار؟ انت عندك خطوط انتاج، عندك سيارات، عندك جرارات، وجاي لها قطع غيار ماشي. اذا قطع الغيار حضرات لو كان قطع الغيار لو كانت لاصول الانتاج بالشركه مثلا يا حضرات لا بتخصم من الوعاء. قطع الغيار يا حضرات قطع الغيار للمتاجرة تخضع بس تعش. انا عايز اعفيله هو ما يستخدمه في الانتاج بس. المصروفات المستردة، كلمة المصروفات المستردة لما تيجي حضرات تقول طيب المصروفات المستردة المصروفات ايه كلمة المصروفات المستردة حضرات المصروفات المستردة اي مصروف تم دفعه
بالزيادة أو بالخطأ تم أي مصروف تم أي المصروف أي مصروف تم دفعه بالخطأ ثم اشترط. ايه رأيكم؟ السؤال لكم يا حضرات، هل يعتبر ضمن المصروفات التي تعترف بها الهيئة؟ ليه؟ لأنه لو اعتبر من ضمن هل يعتبر ضمن المصروفات أم يعتبر إيراد؟ أولا حضرات المصروف دايما بيخفض من الربح. المصروف مفيش مشكلة، طب افرض في مصروف مسترد. إيه وضعه؟ هل يعتبر إيراد؟ يعني أي مصروف ده؟ أي مصروف تم دفعه بخطأ ثم استرد ده، ثم استرد. هل بدل حضرات هقول هل يعتبر ضمن، هقول هل يعتبر ضمن الإيرادات أم لا؟ إيه رأيكم هنا؟ يعتبر ضمن الإيرادات ولا لا؟ إحنا زي ما اتفقنا حضرات إنه الرجل الزكاة بيرجع يعمل مراجعة وراء المكلف، يرجع يعمل مراجعة وراء المكلف يقول له هل حاسب صح ولا غلط. طيب لما يلاقي فيه مصروف استرد، تمام، من وجهة نظركم هل يعتبر إيراد ولا لا؟ في أحد الحضور قال نعم، نعم يعني معناها يعتبر إيراد. تمام، حد له رأي ثاني؟ طيب، قبل ما أكتب الرد. هنا حضرات ده يعتبر إيراد إذا كانت الهيئة اعترفت به كمصروف عند دفعه. لو كنا لما دفعناه وافقوا عليه كمصروف يبقى لما يجي يعتبر كإيراد. أما إذا كان أما إذا كانت لم تعترف به فلا يعترف به، لا يعتبر إيراد. تمام؟ لما أنا أقول يا حضرات يعتبر ولا يعتبر، يعني معناها أن رجل الزكاة بيعدل في الإقرار. المكلف قدم إقراره ومش روح دفع المبلغ المستحق عليه، لأن المفروض يا حضرات في آخر السنة المكلف بيقدم الإقرار مع قائمة المركز المالي، مع قائمة الداخل، ويقول يا جماعة الهيئة أنا علي 100,000 وشيك أهو ب 2.5 أو 2500 أو يدفع للهيئة بأي طريقة، طريقة السداد المتاحة. نعم. يجي حضرات رجل الزكاة يقعد إيه؟ يبص تاني في ال أو يراجع تاني. فالنقاط دي حضرات هي نقاط خلاف تم حسمها. تم حسمها، يعني رأي الهيئة ده هو اللي احنا هنطبقه في الحالات القادمة لما نيجي نحل التمارين بإذن الرحمن. طب لما نلاقي مصروف، المصروف ده إذا كان اعترفوا به المفروض يضاف إيراد. لو ما كانش اعترفت به الهيئة يبقى لا يعتبر إيراد. تمام؟ طبعا المحاضرة دي حضرات فيها جزء كبير شرح للعمليات، لكن هذا كل بند شرحناه حضرات خلاص، يعني بعد كده هيبقى فيه تطبيقات على طول عملي. تمام؟ يعني بفرض حضرات، هو مثال بسيط بس عشان نكسر حدة النظري، بفرض أن المكلف قدم إقراره
بمبلغ 100,000 ريال، ودفع شيك بالزكاة المستحقة عليه. وعند الفحص اتضح أن هناك مبلغ ١٠٠٠٠ ريال مصروفات تأمين دفعت، مصروفات تأمين دفعت الخطأ وتم استردادها، ولم يدرجها المكلف ضمن الإيرادات رغم اعتراف الهيئة بها عند دفعها. هل حضرات يجب على رجل الزكاة أو يجب على الفاحص الزكوي 10,000؟ طبعا في 10,000 حضرات لما تيجي تضربها في 2.5 عيب على الفاحص الزكوي مطالبة المكلف بمبلغ 10,000 ١٥٢٥٠. سؤال بسيط جدا جدا على هذا المثال، ما هو الحل يا شباب اللي سامع ومركز معي عدو الحل؟ ما هو الحل يا شباب؟ الإجابة الصحيحة 4 إجابات لهم. يجب على الفاحص الزكي ومطالبة المكلف، مطالبة المكلف بأن هو يدفع مبلغ كام؟ ماشي فاطمة شكرا، بس أنا عايز إجابة، اختار إجابة، اعتبري 10. هنا طبعا أنا كتبت 10,000 و1000 و1000 و1000، اعتبروا الأولانية 10,000 والثانية 1000 والثانية 500 والثانية 250. فبإذا الإجابة هي رقم كام يا شباب؟ ده 250 يعني. أنا حضرات الإجابة الصحيحة هي رقم ده. طيب أنا عايز آخذ بعض الأسئلة البسيطة إن شاء الله التي تغطي هذا الجزء. طيب السؤال الأول، تفويض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أو من يقوم مقامه بمهام عمله فلاحية تقسيط مبلغ الزكاة أو الضريبة والغرامة المستحقة على المكلف بما لا يتجاوز 500,000 ريال لكل مكلف بشرط
ألا تزيد مدة التقسيط عن 10 سنوات ولا 5 سنوات أ 5 سنوات ب 3 سنوات ج د عدد السنوات الزكوية. طبعا هنا د الإجابة صحيحة. طب السؤال الثاني حضرات، عند حساب الوعاء الزكوي للشركة فإن الاستثمارات الخارجية تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القنية. ماشي؟ السؤال واحد غلط. عند حساب الوعاء الزكوي للشركة فإن الاستثمارات الخارجية تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القنية. الشكك بين القنية هي لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض المضاربة. ج تخضع للزكاة في كل الأحوال. د لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القنية وتخضع للزكاة إذا كانت بغرض المضاربة. الإجابة هي كام؟ د اللي هي لا تخضع للزكاة، لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القنية وتخضع للزكاة إذا كانت بغرض المضاربة. صح يا عمر. إذا كانت الأسهم المشترى، إذا كانت يعني الأسهم المشترى الشركة بغرض المضاربة، إذا كانت الأسهم المشترى بغرض المضاربة فإن الزكاة الواجبة تحسب على، فإن الزكاة الواجبة تحسب على قيمة الأسهم المشترى ولا قيمة الأسهم المشترى ألف دي ب ب قيمة الأسهم المشترى مضافة إليها الأرباح المحققة، ج الأرباح المحققة، د قيمة الأسهم المشترى مقروحا منها الأرباح المحققة. بص حضرات، هذا الجزء اللي هو اللي أنا اتكلمت فيه الآن اللي هو حضرات الأسهم المشترى، يعني مقصود حضرات أسهم اللي احنا مشترينها للاستثمار. أسهم الاستثمار حضرات إذا كانت بغرض المضاربة تخضع للزكاة عن قيمة الأسهم والربح. طيب إذا كانت بغرض القنية
وكلمة عضلات القنية أو الاستثمار، يعني استثمار طويل، يخضع للزكاة الربح فقط. يخضع الزكاة لعضلات الربح فقط. طيب السؤال بتاعي هو الآتي حضرات: إذا كانت الأسهم المشتراة بغرض المضاربة فإن الزكاة الواجبة تحسب على قيمة الأسهم المشتراة ولا الأرباح المحققة، ولا قيمة الأسهم المشتراة مطروحة منها الأرباح المحققة، ولا قيمة الأسهم المشتراة مضافة إلى الأرباح المحققة؟ دال اللي هي ايه؟ طيب دال، لان انا لما هي تخضع عن ايه؟ الاسهم مضافا اليها الارباح. طيب هذا لو كانت الاسهم مضافا اليها الارباح. طب السؤال لكم يا حضرات: اذا كانت الشركه الموزعة للأرباح تدفع الزكاة، زكاة الشركة الموزعة للأرباح تدفع الزكاة، زكاة الشركة المستثمرة الموزعة للأرباح تدفع الزكاة، وكان الاستثمار بغرض القنية، وكان الاستثمار بغرض القنية، مالك الأسهم، مالك الأسهم بعد أن يتسلم الأرباح يجب عليه ماشي، مالك الأسهم بعد أن يتسلم الأرباح، أول حاجة حضرات يجب عليه دفع الزكاة عن قيمة الأسهم، الثانية يجب عليه دفع الزكاة عن الأرباح، الثالثة يجب عليه دفع الزكاة عن الأسهم والأرباح، الأخيرة لا يدفع شيء. أفهموا ألف بيه جيم دال قدامكم دول. يعني دي ألف دي ب دي جيم دي دا. يلا شباب يلا عشان عايزين ايه؟ ها دول حضرات الأربع إجابات، الأربع إجابات هنا حضرات
إذا كانت الشركة الموزعة الأرباح بتدفع الزكاة وهذا استثمار بغرض القنية ماشي على رأس ها لا يدفع شيء يجب عليها حضرات لا يدفع شيء ليه؟ احنا قلنا انه الاسهم اذا كانت بغرض القنية لا زكاة عن قيمتها لكن الزكاة عن الربح اذا كانت بغرض المضاربة عن الاثنين عن الربح والارباح وتحسب كمان بالقيمة السوقية لو كانت بغرض القنية تمام تبقى اذا الاجابة حضرات هذه الاجابة الصحيحة ما اعرفش هل في الوان هنا ولا لا حضرات هذه هي الاجابة الصحيحة عارفين حضرات لو لا بفرض كان الاستثمار بغرض المضاربة يدفع الزكاة عن قيمة الأسهم وكمان السوقية يعني سعر السوق بفرق اذا كان الاستثمار بغرض المضاربة يدفع زكاة خلي بالكم ده حضرات تابع لهذا المثال يعني الشركة دفعت عنه عن الأرباح هو يرجع يدفع عن قيمة الأسهم أرجو أن تكون هذه المحاضرة زادتكم معرفة عن الزكاة وعثرت لديكم معرفة عن الزكاة وهي إن شاء الله الأمثلة القادمة القليلة إن شاء الله الأسبوع القادم تقريبا صح؟ الأسبوع القادم نبدأ تطبيق على الفصل الثاني هذا إن شاء الله نخلص فيه عملية التطبيق أرجو أن أكون قد أفدتكم بالجزء اللي خاص ببعض بعض التعليمات الواردة من هيئة الزكاة والدخل. أي استفسار يا شباب؟ سعدت بوجودي معكم في هذه المحاضرة لكن لم أسمع آراءكم كثيرا لكن إن شاء الله بإذن الله المحاضرات القادمة سوف أسمعكم أكثر مما أتحدث أن إن شاء الله تكون كلها أسئلة وفقكم الله وجزاكم الله خيرا شكرا الإخوة الطلبة والطالبات الدارسين والدارسات برنامج التعليم بالبرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كنا معكم في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 لطلاب المستوى السابع أترككم في رعاية الله وحفظه تفضلوا مشكورين